هلا والفنكيش جاولي ومرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو زوين، فيديو غزال، فيديو كيحمق بحالكم، ولكن فيديو فيه شتيوة ومغيمغم الجو وخاصات. كدايرين؟ صافا بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وانتم كتفرجوا فيا، عرفتوا دابا شنو وقع ليا وعلاش هاد المره عاوتاني ما درتش لكم الفيديو بلا ما تضحكوا عليا؟ دخلت للكاميرا وكان كيسحب لي بديت الفيديو حيت انا كنصور بالكاميرا الورانيه، حتى كنتصدم باللي لا فيديو ما تصورش. وهرتو مع الجو مغمغم، وانا هاد الجو صراحه كيمرضني، ما كيعجبنيش، كيدخل ليا الاكتئاب. صافي درت بناقص، قلت غادي نصور لهم غير الطريق وغادي نهضر معاهم نيشان بلا ما نصدعهم. المهم هنا كنا وصلنا لماكدو اللي في الطريق ديال كازا، وكان جاني الجوع وقلت ماما حبسي ناكلو. المهم ماما بلاصه دابا الطوموبيل، حنا هابطين لماكدو، كنا غير دايزين، بانت لي البلاكه ديال ماكدو، قلت ليها ماكدو كاين هنا؟ قالت لي ندورك. قلت لها دورين يلا نمشيو ناكلو. جاني الجوع صراحه، وحق الله واخا يلاه جبدنا واحد السندويتشات دينا فيهم الماكله، كتاخذهم ماما من مارشي سونترال ديالنا يعني في قنيطره، ايوا كانوا باردين وما كتعجبنيش ناكل الماكله بارده، وكنت مش هي ماكدو اصلا، كنت باغي ناكلو في المشي هذه ديال كازا. وحنا غاديين دابا ها يا ماما، هاد ملي غندوزو هانتوما شوفوا، راه ما عندنا اصلا تمنين ندوزو، خصنا نقزو ولا ما نعرف دابا اش خصنا نديرو. راه وماك ها ملي غندوزو ما مقديش كاع الطريق المزفته. المهم احنا وصلنا، ماما سابقاني كالعاده، ايوا حنا غاديين دابا، انا غنبين لكم في المرايه كي جيتكم، واخا ما باينهاش انا، قولوا لي هاي. ايوا هنا كنت بغيت نخليكم تصنتوا لصوتي ونهضر معاكم، حيت تحدثت معاكم وانا تنصور لكم في هادشي، ولكن مع الاسف تسمع صوت ديال الموسيقى وما فيها اللي تضرب كوبي رايت. المهم هنا دخلنا كان الدنيا عامره، يا 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 شوفوا لينا دابا شنو عندنا. ايوا وهنا وهي تشدني تلافه، دخلت للمولي ما عرفت منين بداو منين نسالي، وماما قبل ما تجي في هذه اللقطه قالت لي انت اللي خدي لي اللي بغيتي، وانا خفت ناخذ لي شي حاجه وندير شي كارثه. صافي عيطت لها جات دوموندات، انا كنقلب ليا غير على داكشي سبايسي، كنموت على داكشي الحار، بقيت كنقلب حتى لقيت. يلا دابا غادي نمشي نخلص. ناري ردي عامر، ايما هي لا كوموند، ها هو انا علاش دومونديت، راكم شفتوا في لا فيديو كيفاش داير، عرفتوا فاس لا علاقه مع رجعي لهم، وهذا هو اللي دومونداتو لهم. تقدي يداش شفتي قدي يداش صغير هو، لا لا صغير بزاف، عرفتوا راه شنو نقول لكم، عرفتوا صغير بزاف، خصني نشدو في يدي باش نوري لكم. هذا ترجعي لهم، هذا خاوي خاوي خاوي، ترجعيه لهم، غادي ردي لهم قول لهم شوفوا خاوي. قلت لكم ماما شي مره اللي مشيتو شي بلاصه ولقيتو فيها شي حاجه خاويه رجعوها، تخليوهاش عندكم، تخلصوا فلوسكم ترجعوها. ها تما تعطي في الميني كيف ما يعطوها، ما يعطوها لنا، رجعت لهم دابا الساندويتش، كنت فريمون خاوي ما فيه والو، ما تبغيش ولا تاكليش لا شيء. هذا هذا هاد العواصر هادو فريمون زوينين كيعجبوني عندهم، انا خديتهم بجوجهم ديك الساعه، ماما انت اختاري اللي يعجبك حيت انا ما عرفتش فين هو انت تبغي. ها كيبون ديموس، ولكن راه زوينين بجوج، شتو اللون ديالو اللي فيه صغير بزاف، راه تيبان كبير والله، حتى صغير فوق القياس. المهم ها هو دابا، المهم راه كوميم على قباله، واخا هكاك ماما قالت لي راه غطلعوا داكشي الفوق، مي انا بان ليا كوميم على قباله. المهم انا دابا غناكل و نرجع لكم. صافي هو المطار شكون كياكلو، كنت بغيتي المطار دابا نقولها ايوا صافي. المهم هو الساندويتش دابا كوميم، هنا صورت لكم الساندويتشات وبغيت نعطيكم الراي ديالي اليوم. بالنسبه لهذا ديال الحوت صراحه زوين ولكن صغير، اما بالنسبه لهذا فرا لا علاقه، خاوي مزوينش بتاتا. صافي من بعد وحنا نخرجوا شتينا الطريق نيشان لكازا، حيت ماكدو اللي دخلنا ليه راه كان غير في لوتوروت، كنا مازال ما دخلناش لكازا، شديناها شده وحده حتى وصلنا لايكيا. هنا صورت لكم بعدا البحر، واخا الجو مغمغم ولكن البحر واحد المنظر زوين الصراحه، واعر بزاف بزاف بزاف، ولكن انا كنفضل الشميشه، غير وماما قالت لي على الله ما تكونش الحراره نهار اللي نمشيو لكازا، ومن زهرها ما كانتش الحراره. صافي هنا مشينا دخلنا لايكيا، وقال هادي اكبر ايكيا كاينه في المغرب ولا ما نعرف، حيتاش راه تبارك الله قد. المهم انا كالعاده فرحانه غنمشي نتغدى انا وماما، جينا لايكيا، انا كتعجبني ايكيا وكيتايا صراحه، فيهم داك شي واعر، ولكن وثم ولكن ما كنتش عواله باللي هذاك الشيء اللي جاي غيوقع ليا.
المهم كنت كنتسنى ني زمق ويا وصافي جدتني واحد الطياره من واش انيوي صافي هنايا مشينا لاسانسور وجلست كنغني لكم صافي هنا تحل لاسانسور. بالنسبه لاسانسور ديالهم فراح كبير تبارك الله قدو قداش يعني دخلين انت وزباله ديال البشر. المهم حنا دابا في لاسانسور نزل عندهم فوبيا نزل عندهم فوبيا بهاد اللحظه عيتخلعوا ولكن كبير عرفتوا قداش. ما حنا وصلنا لحد شميعات وعاد باش هادو اللي كتحطوا فيهم شوفوا غير 16 درهم دايره والله الا وعيره شو ما شوفه. أوه شكو ديك اللعيبة الغوص مش هزوينة. أنا كحمقني الغوص، أنا تعجبني الغوص. بالنسبة لهاد اللعيبة هادي صراحة زوينة في شي بالكون تحط صراحة واعرة ولا في شي جريدة تجي واعرة. أنا كيعجبني داك الشي الغوص. المهم هنا مشيت ضربت بكم واحد الدورة هادي سلامون جي هادي صراحة يصلح للجريدات أنا هادشي اللي بان ليا. ايوا صافي هنا من بعد وانا نمشي نتبع ماما تبان لينا هذا البيت هذا مسروح واعر وشوفي فيه الطواليت مورينكم داكشي اونكور. او شوفوا هنا فيه البيرو سميتو واعر انجلش انجلس كي جيت معاه ولا جا معايا زوين هو صراحه. انا في الاول كان كيسحب ليا بلي هاد البلاصه غير حاطين فيها ديك الناموسيس وعلقيتها مخصصينها غير البيوت ديال الناس والصراحه داكشي صارعين يعني عاطينكم ديزاين كومبليت في حاله ما كنتو بغيتو ديرو بيت اون بورت ديوه معاكم ولا شي حاجه. هادشي راه ماشي بيبليسيتي حنا راه غادي كندورو. عجبني هاد البيت هذا صراحه واعر. هذا بالنسبه للرجال انا كنظن هذا بيت ديال الرجال حيتاش مرجل بزاف فيه الزراق فيه الكري فيه الكحل مي فريمون واعر دايرين فيه كلشي. مورينكم كاع كيفاش غادي يكون البيت في حاله ما بغيتو تهزو ديو كومبليت. من بعد يتبان لي هاد الكليسه هادي حتى هي وعيره عجبتني عجبتني عجبتني. شوفوا شحال زوينه سامبل وكيوت وانا كيحمقني بحال هادشي ما نكذبش عليكم كيعجبني نشوف بحال هادشي وتعجبوني بحال هاد الكليسات هادو اللي كيكونوا سامبل. من بعد وانا ندور لقيت عاوتاني هنا بيت اخر حاطين فيه داكشي حتى هو كومبليت. عجبني اللون اللي دايرين هاد الغوز بيبي دايرين هنايا بيغو فيه بيسي دايرين فيه كوافوز الى اخره. كتزيدوا شويه كتلقاو هنايا مثلا زعما البيرو ديالكم الا بغيتوا ديروا الماكياج مرايه. حمقتني هاد المرايه نري عرفتوا سطاتني 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 واعره بزاف 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 وجات مع البيت خطيره. دايرين ماريو وكتزيدوا شويه كتلقاو عاوتاني الطواليت الطواليت مقادينه بحال تقولوا داخل الابارتمون صافي فهمتوا. مهم داكشي غزال وتا لي كولور دايرينهم بواحد الطريقه كيعرفوا يناسقوا باش كيخليو الناس يشريو. هنا عاوتاني بانت لي واحد الجليسه اخرى فريم وعجبتني عجبتني شتو انا ان شاء الله باذن الله نهار غندير داري ما غاديش نعذب راسي غنجي غناخذ هادشي اون بورتي كومبليت ما نبقاش نحمق في راسي ومشي نقلب لي على الديزاينات الى اخره. غادي نجي غنتقدى داكشي كومبليت غنختار البيت اللي عجبني وغدي معايا لا هو لا المراه لا كلشي دايو معايا علاش لا والله يسهل عليكم حتى نتوما والله هادشي زوين انا كيعجبني والله لا و بلاصه كتنسك في بلاصه يعني كتدخلي لشي بلاصه كتنسك في بلاصه اخرى. عاوتاني هاد الديزاين اللي دايرين هنا بهاد لي كولور هادو الباردين البيج ارتو كيفتحوا النفس ما نقولش لكم وحمقتني حتى هاد الطريه هادو اللي دايرين واعره بزاف 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 ومديكورين هادشي بطريقه خطيره. صافي ماما بان لها هاد الفانوس هذا اللي عجبها هادو فنين فنين بزاف كيحمقوني. وهنا دخلت للبلاصه اللي فريمون انا شخصيا عجبتني حيت انا من داك النوع اللي كيحمق على المرايات كنتسطع عليهم دايرين لكم صف قدو قداش في جميع الانواع والاشكال ديال المرايات. المهم انا بقيت هز راسي شدتني الدوخه دغيا زربت عليكم. هنا درت لقيت ماما جبدات هاد البلاطوات هادو اللي فنين واعرين دايرين واقيلا 84 ما عارف 94 درهم ديال الحديد وعيرين بزاف. ماما كتسطى على المعان وداك الشيء. شوف عاوتاني هاد الديزاين هذا ديال المرايات شحال غزال انا كيحمقوني المرايات. شي نهار نتشير بابا فاش تيشوفني حتى شوف في مرايه باللي تيقول لي تحيدي من قدام ديك المرايه ولا نوض لك. هنا لقيت هاد الشميعات هادو اللي عرفتو كنشم فيهم كنقول غنقول لهم هاد الريحه هادي فيها الريحه ديال الخوخ وكنشم عاوتاني فادو كنقول نقول لهم بلي هاد الشميعات هادو فيهم الريحه ديال التفاح فريمون عرفتو الروائح ديالهم كيما
عاطينكم يعني الريحه ديال الخوخ فري الريحه ديال الخوخ. صافي انا دخلنا لاسانسور اللي فيه ماريو وقالت لي ماما احنا دخلنا الماريو دابا كندخلوا من دخله فاش كنبغيو نخرجوا راه كنخرجوا على الجهه اللي كتشوفوا فيها اللي على دخلنا فيها زعما هذيك الفاس هذيك اللي كنخرجوا منها. المهم هنا خرجوا ما يبانوا لينا هاد نونوسات سميتو فكروني غير في الايام ديال ماكدو وديك اللعبه اللي كيعطيونا في هابي ميل. ماما بانوا لي هاد المعلقات هادو فنين دايرين غير 9 دراهم وما نعرف 10 دراهم ما قلتش مزيان والله الا غزالين. خدات ماما الخواتاتي منهم وهنا لقينا هاد الباك هذا ديال الطباصل فيه بزاف ديال الطباصل صراحه وطبيصلات واعرين داير ب 400 درهم بلاصه 500 درهم. المهم ديك الدرهم اللي كينقصوا راه كيكذبوا على الناس بها باش كيغروهم وكيقولوا زعما فهمتوا راه الثمن ناقص وصافي. ايوا هنا دخلت للبلاصه ديال المعنوي تشدني الدوخه ناري ناري هنا بدات المرحله ديال الدوخه ديالي هنا شدتني التلافه بدات مازال ما شدتنيش 100% ما بدات. بانوا لي هاد لي بابي سيرفيات اللي صراحه واعرين شوف شحال زوينين فيهم لي كولور. هنا كاين هاد اللون هذا كاين الخضر كاين الشيبي كاين الصفار كاين فيهم تقريبا كاع لي كولور عجبوني. زدت شويه ولقاو ثاني هاد الاشكال هادو اللي نساوني في الاخرين شوفوا شحال زوينين واعرين فارعينهم لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني هادو بحال اسما كانت عندكم شي مناسبه ولا جي عندكم العائله ديالكم بغيتو تحطوا لهم داكشي متكتك ومسكسك تحطوا لهم بحال هادو فيهم تما كاع الالوان وفيهم الاشكال والانواع. فريمون انا شخصيا عجبوني فني ونين ولكن هادو انا ما نسخاش نخسرهم حيت ديزاين ديالهم غزال. صافي انا بقيت كنتمشى شي شويه حتى بانوا لي هاد القرادات هادو شوفوا كيفاش مزوقينهم في الحيط. قلت والله تمشي نصورهم لكم ونوريهم لكم حيت فريمون عجبوني. البلاصه غتطوف خاصه من بين انا نزل من بلاصه ماما ايوا هنا عاوتاني دخلنا البلاصه ديال الخواميل فا تواب زعما كاع داكشي اللي متعلق بالثوب كاين هنايا. شنو نقول لكم ناري شتتني الطوخه انا بقيت تابعه ماما فهاد اللحظه وليت باغا غير ماما مشات هي جالسه كتقلب هنايا على المخدات وداكشي واخا هي البلان اللي كنخلاها تجي لايكيا راه واحد اخر. المهم هنا عي جالسه كتشوف كتاخذ افكار في حالات ما بغات تشري شي حاجه الى اخره. انا هادو عرفتوا علاش كيعجبوني علاش مشيت شديتهم في يدي هادو كيعجبوني باش كنصور فوق منهم لي برودوي اللي كيوصلوني كيعجبوني ماشي هادو اللي حداهم وماشي بداك الشكل حيت هادو ديال الطواليطات هادو ديال الطواليطات انا كنهضر على الشكل الاخر وحاطين ديال الطواليطات مع الفاط. المهم هنا عاوتاني بانوا لينا بوات صراحه داكشي زوين الله الا واعر. راه وريتكم معايا واحد البارتي راه مازال كاينه بارتي اخرى غير شوفوا الديزاين شحال زوين راه كل بلاصه فيها شكل بوحديتو. يعني حتى هنا كيوريكم الطواليط كومبليت كيفاش دايره في حالات ما بغيتو تاخذوها كامله الى اخره. صافي هنا وصلنا لهاد البلاصه اللي فيها هاد القصب هذا ولا ما نعرف شنو كيقولوا ليه وما غتسمعني قلت هاد ما عرف شنو كيقولوا ليه غدور فيا انا عارفه حيت كتقول لي كتبقى ديري فيها مكلخه مكلخه ما شايفه ما عارفه ما تتعصب ماما ايوا انا بانوا لي هاد الشبيكات هادو كانت هي مشات لواحد البلاصه وقلت لها ماما انت كتقلبها في الخوال خاوي هنا واش بدات تدفع فيا قالت لي زيدو قدامي بحال هادشي اللي كتقلبي فيه دابا راه فيه الربح. هانتا 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 ايكيا كامل نتاج داكشي اللي بغات ماما شتو ايكيا نتوما كاع ما عندكم حسن الضيافه جينا من قنيطره على قبلكم والله الا واعره فري فنة فوطات شوفوا هاد الفوط ديال البحر دايره بحال شي قنا دايره بحال شي واعره شحال هو الثمن ديال منديوش 393 درهم دايره شوفوا هما شنو فوق من بدر فوق من كل شيء شوفوا انتم مع السويك ديالو شكون ضادره فين هبطه عاود بلقات شي واحد تسولو حيت منين جات هي باغا تسول حيت هنا كاينين بزاف ديال البلايص. المهم هما اللعيبات اللي كانت باغا ماما نتوما كتعرفوا مع دابا هي ما كانتش باغا هادو مي اللي كانت باغاهم سالاو وانتوما كتعرفوا دابا مع الصيف دخل صافي المانط ما بقاوش نحتاجوهم وماما ضروري خاصنا هاد اللعيبات فين كيتخشوا المانط باش ما يتكرفصوش. وبقات هادو اللي حاليا ديسبونيبل كبار صراحه انتم شوفوا شحال كيزو. المهم غتاخذ منهم باش نديرو فيهم المانط حيت حنا عندنا بزاف ديال الكواش. صافي غتاخذ 6 دابا وراه فريمون زوينين شوفوا هو البري ديالهم قولوا ديالي 35 درهم الحبه. صافي هما درناهم
صافي هنايا بانوا لي عاوتاني الدريات حمقوني، عرفتوا شحال عجبوني انا هاد الدريات هادو. كيعجبني هادشي اللي كيكون سامبل وزوين، اما هادو ما نقولش لكم شحال عجبوني. ماما قالت لي لا علاقه، مي انا شخصيا عجبوني، عجبني الديزاين ديالهم. هي ماما عندها واحد الطوق صراحه انيق بزاف بالنسبه لي انا، عجبني هاد الستيل هذا ما عرفتش علاش، واخا هي قالت لي راه ما زوينينش، مي واقيلا حيت جاوا حدا بعضياتهم عجبوني ما نعرف. ياه هذه ديال البقر حقيقي. هي ضر شو اللي بغى يدير سبور ويتمشى بلا ما يحس، هادشي في حالة ما فهمتو زعما كنتو فري ما كتحسوش. اجيو لهنا ننصحكم تجيو لهنا، عرفتوا العاده انا شدت لي الدوخه وحق لي حتى ضغطت واحد الدرجه، وما قالت لي المره الجايه لبس برديل. المهم قسما بالله عرفتوا راني عييت عييت ديال بصح فهاد اللحظه هذه. مشيت طلعت خديت لي واحد الكاس ديال العصير ديال الليمون، صافي جلست نرتاحين شويه. من بعد حنا هبطوا ان شاء الله كاس وشوفوا عاوتاني هادشي قداش ناري ناري. عرفتوا شدتني ماشي على الدوخه، راه ما نقولش لكم، راه وليت نقول ماما يلا نخرجوا مابقيتش قاعده يلا نخرجوا. صافي هنايا كنصور لكم هاد اللقطات زوين بزاف الصراحه، راه داكشي اللي خدات حيت حتى هي حتى هي والله ما بقات عارفه منين تبداو منين تسالي تيشد الطوخه، كلشي كيعجبها وما بقاتش عارفه شنو اللي يصلح لها وشنو اللي ما يصلحش لها. اخيرا خرجنا الله يا ربي الله، واخيرا خرجنا. عجبني خرجنا خدمت ليا زيت عشا قسما بالله، عرفتو رجلي انا بعدا مابقيتش حاسه بها. وما قالت لي عرفتي هاد الكيكه كيف كانت عندنا في القنيط، راه كره يوميا كنمشي ندير فيها السبور فرا والله الا عرفتو الناس اللي كاينين في كازا. انا نمسحكم غير بقاو تجيو لهادي تحركوا فيها، الا كنتو ما كتبغيوش تمشاو ولا شي حاجه هادي منها تمنظروا منها تمشاو. صافي هنا كنا وصلنا لكازا الجميله اللي ما عنديش معها صراحه بزاف، اعتذر الناس ديال كازا. كازا كتعجبني في نهار نمشي لها ورجع لها ولا نجلس فيها يومين حيت فريمون كتجيني كبيره بلا ربح. المهم هنايا كان الغروب قرب يهبط، اصلا راه كان هنا الظلام قرب يطيح. مشينا اول حاجه دزنا لعند هيبي ديال ماما، ما صورتش لكم داكشي حيت ما كانت عندي الانرجي بتاتا. مشينا لعند هيبي ديال ماما خدات شي لعيبات، انا خلي لكم اقل الخاتم اللي خدات، نقدر نخلي لكم نقدر لا. المهم خدات واحد الخويته مواعر. صافي من بعد وحنا شدوها شده وحده تمشينا لعند خالتي حنان سوزانا موضة اللي شاركت معكم مؤخرا، تبليت بحوايج ما نكذبش عليكم والله تبليت. المهم هنا فاش دخلت شدتني الدوخه ما عرفت منين نبداو منين نسالي، بانوا لي قوت لي كولور. مشيت لكم نيش لهاد لي شابو هادو وريتهم لكم، واعرين البنات والله حتى خطيرين فيهم لي كولور واعرين، دايرين واقيلا غير بشي 70 درهم. المهم انا عجبوني عجبوني بزاف، دايره لي برومو واعرين فيهم هادو عرفتو في ال سي واي كيكي مارجان كتلقاهم دايرين 150 درهم وزياده والله. المهم انا خالتي حنان الله يعطيها الصحه صوبت لي واحد الكويس ديال ليبتون كنظن والله ما عقلت شنو هادشي. المهم كانت شدتني الطوخه وصوبت لي الكاس هذا باش نشربو نتبكت شي شويه. صافي من بعد دزنا لعند نجوى وخالتي مينا وايمان، وعرفت بقوت ما كانت شدني الطوخه داك النهار والله ما قدرت نصور لكم، لا وحنا غادي لا نوريكم شكون معايا. المهم هنا راه كان جاني الجوع مشينا نتعشاو ولا لا، انا كان باقي عندي الجهد باش ناكل. من بعد ما خرجنا من عند خالتي حنان حتى لشي 11، وما دزنا لعند نجوى وخالتي مينا وسميتو حتى لشي 12. هنا راه كانت شي وحده وحنا يلاه غنتعشاو، مشينا لعند الجزار حيت حنا قلنا لكم ولينا مضروبين على الشوا. دخلنا نيشان لعند الجزار وريتكم داكشي اللي عنده، ماما خدات الصوصات الكوتليت الكبده الكفته. هنا دخلنا حلوا لينا القهوه، راه كما كتشوفوا راه كلشي خاوي ودايرين شي فوكشي حيتاش كانت الدنيا خوات والله تلقيناهم كيسدوا قسما بالله. مساكن حلوا القهوه على قبلنا وقالوا لنا مرحبا بكم مساكن ظريفين، ديجا مولفه كتمشي لعندهم. اول حاجه بدينا بها وهي واحد الكويز زلاتي حيت ماما خاصها باش توقد، هنا قالت لي انا اللي غادي نقادو حيدي يدك. ايوا اول حاجه دارت النعناع كما جالسين كتشوفوا قسماتو على جوج، زدت علو واحد الربعه ديال الطوبه ديال السكر حيت هما كيبغيو يعطيوك زعما نتوما ديروا القياس ديالكم وكذا. وصافي كيختصروا على رسم الوقت. ديت انا كوب تاع
عطيت لي واحد الكويز جلاتين ووريكم الكبه ديالي واخا ما فيها ما يتشاف. واخا قالت لي ماما راه هادشي راه خصو يتقلب ويتشقلب حيت كان السكر ما تحركش يعني خصو يتقلب ويتشقلب. صافي انا هزات خالتي منى بدات كتكب تاي في اتاي حطوا لينا بداو لينا باحب حاجه عندي البصله ومطيشه مشويه. الله 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 ما شهيتكم فيهم عرفتوا دابا وحق الله تتشهيت شي طبصيل بحال هذا. وهنا طبصيل كبير واخا كيبان صغير في الفيديو طبصيل كبير عامر بالكفته الكبده الكوتليت الصوصات في كاع داكشي اللي كنبغيو. صافي هنايا جاب لينا الخبز وبالصحه والراحه تعشينا ومشينا للدار نعسنا. لا غدلي صبحت عاوتاني على خالتي حان سوزانا موضع ثاني حيت البارح ما خديتش راحتي كنت بغيت نخدم حاجه حنان. ولي ولي شفتك غارقه شفتك غارقه في لي كوموند والله الا كلشي بخير كلشي مزيان تبارك الله عليك. ها انتم لي كوموند ولكن راه دايره لي برومو علينا عاوتاني الناس بعدا راه ما تبغيوش يزقلو. او هادو واعرين فنين هادو والله الا زوينين. شوفوا هادو شحال زوينين هادو جليلبات خدي منهم بلي غناخذ منهم والله الا وعيرين. شوفوا والله الا واعرين هادو خطيرين. شوفوا تاني هاد التيشورتات هادو زوينين فيهم الالوان. هادو ماشي تيشورتات هادو كسيوات صراحه كسيوات كسيوات. شوف عاوتاني هاد الستيل هذا مع الصنيديره فري واعرين. شوفوا الالوان عاوتاني اللي كاينين هنا فيهم بعدا كاع الالوان الباج الموف فنين. وانا ما قدرتش نصبر بلا ما ناخذ ليا من هاد الجليلبات هادو. خديت جوج ديال لي كولور خديت هاد الليموني هذا خديت هاد الصنيديله هادي وخديت حتى الشيبي حيت فريمون عجبوني عرفتو مريحين والثوب ديالهم رقيق وخفيف بحال ملابسين والو. البري ديالهم دايرين 160 درهم هاد الصنيديلات هادو دايرين 170 درهم ودايره فيهم حاليا لي برومو وعرفتو واعرين كيجيو في الرجيلات فنين خصوصا المريوضين. المريوضين ويلي المواردين بغيت نقول هما اللي خديت من عندها حيت عجبوني. وكاينين حتى هادو اللي فيهم ديزاين ديال نايفيا هما فنين ما انا اللي حمقوني راني خديتهم. صافي هنايا اللعيبه اللي كنت لابسه حيت كنت بقيت بنفس الشوميز اللي كنت لابسه البارح حيت كنت عوله رجعوا في نهار نص ما قديناش حيدتها ولبست ديك الجليبه الغزاله الفنه. ايوا من بعد حنا شدوها شده وحده 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 تمشينا لعند خالتي ناديه توحشت مالك وتوحشت البنوتات. قلت ارا ضروري خصني ندوز لعندهم هاد المره. مشيت فرحانه غدا في الطريق وكنت امتى نوصل حيت فريمو انا البنوته الصغيره راه دوزت معايا لي فيديو في يوتيوب في الايام ديال رمضان الاولين. دوزوا تفرجوا في الفيديوهات ديال رمضان اللي غيعجبوكم وهادي غير انا ناشطه هنا. صافي المهم بان لي هاد الكليب هذا قلت والله تنصور لكم ما شاء الله. ما عرفتش واش خاصني نقول ما شاء الله ولا لا. مي راه غزال غزال فن 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 عرفتوا واش نقول لكم حمقني. ايوا انا هنا بقيت هاربه منه. هيا مالك الحب ديالي شوفي شوفي كنزه شوفي هادي الزين ديالي الزين ديالي. دير لهم هاي دير لهم هاي قولي لهم هاي قولي لهم هاي قولي لهم هاي قولي لهم هلو قولي لهم هاي قولي لهم هاي قولي لهم هاي. اجي نبدلك حوايجك نقيس حوايجك نقيس حوايجك اجي نقيس حوايجك. ويا اختي يا اختي على الزين دياني يا اختي على الفنيكيشه دياني. وقفي مزيان اوبلا وقفي 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 الخنزه يا خوتي يا خوتي يا خوتي يا خوتي يا خوتي يا خوتي انا السريوي اللي تلبسها مع هاد التريكو ديالو شتي واعره شتي واعره شتي ولا غادي تشوفها كي جاوا السريويل وتي كنتي على اللبيسه الزين ديالي. اجي اجي امك اجي امك نشوف اللبيسه اجي اشوف السريويل ويدي يا اختي يا اختي يا اختي واش نعيسه بالضبط سنجليزه ولي ولي عليك وشي عليك وشي بطبط. اجي عندي اجي عندي اجي عندي اجي عندي امك في غد وفي غد بغيتي كوكو مالي كوكو كوكو صافي يلاه جدي لك كوكو بغيتي كوكو هاو كوكو هاو كوكو هاو كوكو مالك. وهذا هو الفيديو ديال اليوم ولكن ماشي انا اللي غادي نودعكم حفيظه هي اللي غتودعكم. يلا هضر عليا مع المتابعين تلقينا دغيا قول لهم ديروا اللايك وديروا ديروا اللايك وديروا سكسك سك سك.
سبسكرايب وفعلوا الجرس. راه مازال جايين فلوقات واعرين يلا فعلوا الجرس وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ديروا الشير وتهلاو فراسكم وكثروا لي كومونتير وتهلاو في كومونتير. باي باي.